كوكب الأرض وفي كوكب العراق وتحديدا في بغداد في إحدى الجهاوي المهمشة كانوا قاعدين أصدقاء اثنين سلام ومحمد وقاعدين يدخلون نرجيلة وفجأة وبدون سابق انذار سلام قام راسه يوجعه ومثل أي عراقي راسه يوجعه سحب شريط البغستول من جيبه وهنا وأثناء ما كانت الحباية بيده ظل سلام يباوع على الحباية والحباية هم ظلت تباوع عليه وهو يباوع عليها وهي تباوع عليه وهنا طرأ سؤال كلش مهم على بال سلام والتفت على محمد وقال له أقول لك ودوه شلون يندر مكان الوجع لأن محمد ظل ساكت وأخذ نفس من النرجيلة وبعد ما أخذ نفس شرب شوية شاي وراه باوع على سلام وقال له أنت والله تسأل أسئلة فارغة العب يلا العب طبعا لان جيم الدومن بيناتهم كان كلش مهم يعني بس اني ما راح اسكت ولازم اجاوب على هذا السؤال طبعا بالمناسبة اني الحباية اللي بلعني سلام ما اريد احد يستهين بجهدي اني عاني هواي حتى ادي شغلي اني اول شيء اسويه انزل عن طريق المريض وراها راح اوصل للمعدة وهنا اكو عصارة بالمعدة تذوب كل شيء يدخل لها فأنا هنا راح أذوب وأتحول لجزيئات صغيرة وهاي الجزيئات راح تكمل رحلتها وتنتقل للأمعاء الدقيقة وبالأمعاء الدقيقة راح يتم امتصاص هاي الجزيئات عن طريق الزغابات الموجودة هناك وراها راح تنتقل للكبد وتمتزج ويا الدم والكبد راح ينقل الدم للدورة الدموية بعد ما دخلت هاي الجزيئات للدم راح تظل تفتر بالدورة الدموية وراح تكون تايهة مدري وين تروح وراح تتوزع على جميع أنحاء الجسم أنا درت لحد هسه ما فهمين شيء وما عرفت ودوا شلون يندى المكان الوجع الخلية لما تتأذى تفرز مادة اسمها أركيدونيك أسيد وهاي المادة راح تتحول بفعل أنزيمات معينة بالدم واللي هي الكوكسون والكوكسو إلى مادة ثانية اسمها بروستوغلاندين الموضوع شوي معقد خلا بسط عليكم خلينا نتخيل الكوكسون والكوكسو على شكل كراسي طايفة بالدم يجي هذا الأركيدونيك أسيد يمشي بأمان الله يجي ويقعد على هذا الكرسي ومثل أي واحد يستلم كرسي هذا يتفرعن ويتعضل ويتحول إلى بروستوغلاندين هذا البروستوغلاندين شأويلي من هذا البروستوغلاندين هذا البروستوغلاندين هو سبب الوجع هذا هو اللي يودي إعازات الألم للعقل ويقول له أنه هاي الخلية قاعدة تأذيك وطالما هاي الخلية متأذية راح تظل تستمر تفرز لنا أركيدونيك أسيد وهذا الأركيدونيك أسيد راح يستمر يتحول بروستوغلاندين وبالتالي الدماغ راح يصير مكفخة وكل ساعة جاية إعاز مال الألم فخلينا شوي نرجع جزيئات الدواء اللي كانت تايهة هاي شنو شغلها؟ شغلها ان من تشوف الكوكس 1 والكوكس 2 هي تجي وتستلم الكرسي وهاي هم من تستلم الكرسي هم راح تطي فيجي الاكتونيك اسيد يجي باوع يلقى ما له مكان هلو هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ يعني هي جزيئات الدواء راح تقول له ولي ولي مالك مكان هنا وبالتالي هذا الاركيدونيك اسيد ما راح يتفاعل ويا الكوكس 1 والكوكس 2 ولا راح يتحول الى بروستوغلاندين وبالتالي ما راح يتسبب لك اي وجع وهي هاي الطريقة اللي عالجك بيها الدواء والدواء يندى المكان الوجع هذا السؤال غريب وهاي أسئلة غريبة تلقون جوابها هي مختبرات الاستشاري الدكتور لؤي إبراهيم الطبية العنوان مالته بغداد المنصور شارع 14 رمضان باي